تساهم كلية معان الجامعية في تنمية المحافظة، وذلك بالتقليل من نسب البطالة بين شباب المحافظة عن طريق طرح تخصصات فريدة بناء على دراسات مستفيضة لسوق العمل ومتطلباته، والمساهمة في إعداد الكفاءات العلمية المؤهلة لتلبية احتياجات المحافظة. المزيد من التفاصيل في تقرير أحمد العجلوني. تحرص كلية معان على تقليل نسب البطالة بين طلبتها الخريجين، وذلك من خلال عدة خطوات منظمة تقوم بها لجنة مخصصة لذلك. في بداية كل فصل دراسي، لجنة استعداد التخصصات تقوم بزيارة كافة مؤسسات المجتمع المحلي في إقليم الجنوب للإطلاع على التخصصات المطلوبة، وفي نفس الوقت يقوم بدراسة نسبة التشغيل للطلبة من الخريجي للتخصصات الموجودة في الكلية. فإذا كان هنالك تخصص مشبع به سوق العمل فيتم إغلاقه مباشرة. وفي لقاء جلالة الملك الأخير طلبنا منه بإنشاء مشاغل هندسية لكلية معان لكي تقوم العملية الأكاديمية على أكمل وجه. خلال مسيرة الكلية ألغت عديدا من التخصصات الراكدة مثل تخصصات التربية الخاصة ونظم المعلومات المحاسبية، واستحدثت تخصصات من المتوقع أن يزيد نسب تشغيل خريجيها عن 90% كالتخصصات الهندسية التقنية وعلى رأسها صيانة الكهروميكانيك. خلصت علمي 74، شفت الفرص والتخصصات اللي قدامي، حسيت أنه أحسن تخصص كفرصة عمل بيتيح اللي هو الكهروميكانيك في كلية معان، غير أنه كاسم تخصص على مستوى الجنوب كامل مو موجود إلا في كلية معان. طبعا بيتيح لك أنك تجسر هندسة. 90% من الشباب اللي تخرجوا وخلصوا كهروميكانيك هسه بيشتغلوا. صيانة الكهروميكانيك يعني بيجمع بين الكهرباء والميكانيك. درست خلال يعني سنة ونص خلصت التخصص، تخرجت الأول على الدفعة الحمد لله. لا شهرين تعينت جامعة حسين في وظيفة أحسن. تتبع كلية معان إلى جامعة البلقاء التطبيقية، وأنشأت الكلية عام 1989 بهدف إتاحة الفرصة لطلبة إقليم الجنوب لإكمال دراستهم الجامعية المتوسطة.